يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون وسبعة وتسعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وخمسة وثلاثين ألف شخص هذا وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مئة وخمسة عشر ألف شخص